اهلا بكم مجددا. الفقرة التالية هي المتابعة اليومية لأبرز العناوين التي طلعتنا بها الصحافة المصرية هذا الصباح. بنرحب بضيفنا للتعليق على أبرز العناوين هذا الصباح الأستاذ محمد يوسف الصحفي في جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. صباحك يا أستاذ محمد. صباح حضرتك. طيب خلينا نبدأ على طول، يمكن أبرز من أبرز العناوين اللي تناولتها معظم الصحف وأيضا بالكثير من الصور. البداية مع جريدة الأهرام، تحية عسكرية للشعب المصري في الذكرى 41 لنصر أكتوبر. الرئيس يقول لابد من إشراك الشباب في الحياة السياسية والانتخابات البرلمانية. نريد مدرسة إعلامية مصرية متفردة بالدقة والموضوعية وعدم الإساءة. منظومات أسلحة جديدة تظهر لأول مرة. مجموعة من الرسائل المختلفة بعث بها الرئيس السيسي في هذا الاحتفال، شفتها إزاي وكان أبرزها إيه؟ هي كان أبرزها مبدئيا اللي هو الاعتماد الأساسي اللي احنا معتمدين عليه، هو الاعتماد على الشباب في المرحلة المقبلة لبناء مصر، لأن هو الفكر ده الجديد، هو اللي ممكن يدي وهو اللي ممكن يمنح قوة اقتصادية وقوة سياسية وقوة اجتماعية لمصر في المرحلة الجاية. والحاجة التانية طبعا اللي احنا لازم نبص فيها اللي هي المنظومة أسلحة جديدة تظهر لأول مرة. ليه؟ لأن احنا خلاص احنا ما بناش معتمدين على أمريكا أو معتمدين على جانب واحد في كده، احنا معتمدين على روسيا، معتمدين على نفسنا، معتمدين على الابتكارات اللي ممكن نعملها. يعني صفقة الطائرات المنتظرة من أمريكا احنا ممكن من روسيا؟ لا، من روسيا دلوقتي صفقة طيران من روسيا ميجر ان شاء الله 35، غير بقى الحاجات القديمة اللي زي الاباتشي اللي لسه بيصلحوها هيجيبوها كل شوية كذا، غير الحاجات دي كلها. احنا عندنا سوق تاني وعندنا ايدينا مفتوحة لكل العالم، واحنا الحمد لله احنا زي ما قال سيادة الرئيس في الامم المتحدة، تحيا مصر وتحيا جميع الدول المحبة للسلام، هي دي اهم حاجة. طيب في الأخبار الأخرى ما يتعلق بإجراءات الحكومة في الفترة القادمة أستاذ محمد، في صحيفة الأخبار مشاهدينا في الصفحة الثانية من صحيفة الأخبار، بتنقل الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب القول: الوطن لن ينصلح بدون إصلاح إداري ومحاربة الفساد، إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وإجراءات لحماية الفقراء من آثار برامج الإصلاح الاقتصادي. إذن أستاذ محمد يعني هناك وضع آخر نقطة فضل. نعم آخر نقطة هي أهم نقطة. آخر نقطة اللي هي تشغل الرأي العام، أثار برامج الإصلاح الاقتصادي، حماية الفقراء من آثار حماية الفقراء. بالضبط كده، هو كله بالزبط. تقريبا بيصب في بعضه، لكن نبدأ بآخر نقطة. تفضل أستاذ محمد. ما هي آخر نقطة؟ مبدئيا إحنا ممكن نكون زودنا شوية على الضرائب، إن إحنا مثلا الكهرباء غليت، الغاز غلي كذا، لكن في المقابل في حاجة مهمة جدا مفيش حد واخد باله منها، اللي هو التموين العادي. التموين العادي دلوقتي أنت لو متعاون معاهم أو كده، أنت ممكن بخمسة جنيه بتاخد أكل يكفيك شهر. فعلى ما أعتقد إن هي النظر لازم بس كان في كتير من الشكاوى في منظومة التموين عامة، على عدم التوزيع وعلى عدم قابلية الموزع إن هو بيوزع للناس حاجتها صح. ليه؟ لأن كان زمان في نظام غريب اللي هو بياخد البطاقة منك مثلا ويسيبها عنده، تبعت أي حد من عندك ياخد تموينه ويمشي. لكن دلوقتي بقت في مكسب كبير، بقى المكسب 1000000%، يعني مثلا الحاجة اللي ب10 جنيه بره ممكن تاخديها أنت بجنيه. حضرتك فهماني؟ فإذا ما كل حاجة بقت في إيده، فالحاجة متوفرة، بمعنى أصح إن الفرد الغلبان اللي هو ما عندوش مرتب أو عامل كده أو كل الكلام ده هيلاقي ياكل وهيلاقي يشرب بكلام. طب ده هيعوض الزيادات؟ ما هو لازم يعوض، ما هو ده الزيادات في الكهرباء وفي الوقود وما الى ذلك، ده هيعوض. المفروض انه يعوض اكتر من كده، خصوصا ان لو احنا قسنا على هذا المساله هنلاقي اللي بيستخدم الكهرباء، الفقير اللي بيستخدم الكهرباء هيستخدم لندا او لندتين موفرين، مش هيستخدم بقى تكييف، مش هيستخدم غساله فول اوتوماتيك، مش هيستخدم. ده عايزين توضيح للنقطه دي يا استاذ محمد، يعني انت تقصد ايه ب5 جنيه تكفي الشهر كله؟ يعني قلت التموين حاجة. التموين اللي هو السكر التموين والزيت العادي والسكر والزيت وكده، الدعم الجديد اللي هو بالبطاقه المميكنه بتاعت اللي هو ب 22 جنيه بالنسبه للفرد. بالظبط. بالظبط كده. انت ليك ميزانيه خاصه، ده بيحل مشكله الفقراء، ممكن يحل مشكله الفقراء وينهيها في مصر عامه، ما يبقاش عندنا فقير مش لاقي ياكل. يعني تقصد انه يتعمم على مواد تموينيه تانية؟ يعني ولا هو هنا سيادتك قبلها بهاجولي اعاده تشكيل اللجنه الوزاريه للعداله الاجتماعيه. طيب ايه العداله الاجتماعيه؟ يبقى انا لازم عندي ابحاث، عندي ناس بتنزل للسوق بتعرف المنطقة دي فيها كام واحد فقير جدا تحت خط الفقر، كام في أسرة معيلة بتعيلها سيدة، كام كذا كام كذا كذا. انت لو عندك الداتا بيز بتاعت الكلام ده انت ممكن ما تخليش ولا في فقير ولا واحد مش لاقي ياكل في مصر.
طيب خلينا نشوف في التفاصيل يا استاذ محمد، يعني انه التفاصيل بيقول الحقيقه ان المسؤول وزاره الخاصه بالعداله الاجتماعيه نعم قدموا عرض لرؤيه للاصلاح الاداري في مصر، وتم عرض ملامح مشروع قانون الخدمه المدنيه واهم المبادئ اللي بيتضمنها. في نهايه الاجتماع كلف رئيس الوزراء بضروره ان تكون هناك شفافيه وعداله في التعيين في الوظائف الحكوميه ومحاربه الوساطه او الواسطه والمحسوبيه وان يكون الاختبار طيب فيما يتعلق بالمنظومه الخاصه بال نعم المنظومة التموينية هي دي أهم شيء البرنامج اللي هي لقمة العيش اللي بتوصل لأي بيقول واحد مصري الحقيقة نسمع عن الإصلاح الإداري منذ سنوات وحان الوقت لكي نرى خطوات جادة في هذا الملف الذي ينتظره المواطن، مشيرا إلى أن الجميع تابع ردود الفعل الإيجابية لما حدث من إصلاح في منظومة التموين والخبز. وما فيش الحقيقة تفاصيل فيما يتعلق بس بقول لسيادتك التفاصيل اللي معمولة حتى برضه هو قال هنا حتة الخبز، الخبز دي شيء جميل جدا يعني زمان كان الخبز سوري في اللفظ يعني أنا آسف كان اللبز الخبز قبل لما يتوزع على بطاقة التموين كان في كل حتة كانوا بيشتروه بكميات كبيرة علشان يأكلوا بيه أي حد يعني مش هقول لك إيه يأكل بيه الحيوانات مثلا لكن دلوقتي لا دلوقتي بقت حاجة بجد، دلوقتي بقى الراجل بيخاف إن هو يعدي عليه يوم علشان ما ياخدش العيش الحلو اللي ممكن بيتوزع. الموضوع أصبح محكوم وبقى فاضي وبقى مفيش قلق مفيش خناقات، بقى محكوم أكتر كمان إن ثلاث أرباع الحاجات دي كانت بتاخد الدعم بالليل ممكن تروح لأي حتة تانية بيروح لمحل حلويات مثلا مفيش خالص. المفروض إن هي في مجهودات كتير من الوزارة الحقيقة لضبط الأسواق والرقابة بالذات من ساعة ما ابتدوا في منظومة الخبز. لو نجحنا في دي هننجح في الخدمة الاجتماعية إن شاء الله. نأمل كده. طيب خلينا ننتقل إلى شأن سياسي من جريدة المصري اليوم. زعيم حزب تركي أتوقع إقالة أردوغان لخيانته مصالح البلاد. حزب العمال التركي أعلن تحيته الكبيرة وتقديره بشكل علني لثورة 30 من يونيو. والقاهرة علاقتنا جيدة مع الأتراك، والخارجية ترد على أردوغان أنت يائس من نجاح مصر. تصريحات كثيرة جدا لأحزاب معارضة تركيا شفناها خلال الأيام الماضية ضد أردوغان ضد سياسته، اتهموه صراحة أنه هو بيأوي الكثير من المنظمات والشخصيات المتورطة في الإرهاب على أرض تركيا. تعتقد أن هم ممكن يعني الإطاحة بأردوغان يجب أنها تأتي من الداخل؟ بس أنا ما ببصش للمسألة دي أو ما ببصش حتى أنا ببص للدولة التركية ككل، الدولة التركية كسياسة غير كشعب، كشعب ومحب للمصري جدا ومحب الوطن العربي جدا ومحب الإسلام جدا، لكن كقيادة تختلف ليه؟ إحنا لو نظرنا لتاريخنا القريب ومع تركيا هنلاقي إن تركيا ليها أطماع في المنطقة كلها، مش أطماع شقيقة وكده، لأ أطماع ممكن نسميها أطماع احتلالية. ليه؟ لان هما بيبصوا ان الشرق الاوسط ده كله هو الحكم العثماني القديم او هما احياء الدوله العثمانيه، خاصه يمكن بعد ما تم رفضهم من قبل الاتحاد الاوروبي قرروا انهم يتوجهوا بالظبط. فهم جايبينها حكايه تاريخيه برضو ان هما قايل ايه، طب في فصيل في مصر معارض كبير بيعمل قلق وبيعمل كده اسمه الاخوان او الجماعات دي، الجماعات دي هم قريبين منها ليه؟ مش قريبين منها علشان ان هم حابينها او حابين فكرها او حابين تطبيق شريعه او حابين حاجه، لا هو حبينها علشان هي دي بتقول هدفهم اللي هم بيسعوا عليه ان هم الدوله العثمانيه، ما هو ده فكرهم وهو ده اللي هم بيقولوا عليه. يعني مثلا هم دلوقتي مع امريكا القواعد بتاعتهم مباحه لامريكا، القواعد بتاعتهم مباحه للطيران الاسرائيلي انه ينزل فيها، ما هو في حاجات كتير. طب انت في تعاون استراتيجي في كتير من المجالات مع اسرائيل بالظبط كده. فاذا ان كل اللي بيعمله ده او كل حاجه ده عشان يكسب حاجه، بس يكسب حاجه لبكره. لكن هو موجه المعارضه اللي بيواجهها في الداخل ما هو موجه المعارضه في الداخل دي مستمره، لكن احنا لو بصينا لعدد الاصوات اللي بياخدها او ما بياخدهاش ده احنا ممكن على المدى الطويل شويه، لكن بقول لك على المدى القريب. المدى القريب ان هو ايه؟ ان هو مش في ايده حاجه يعملها معانا لسبب لان هو شايف نخله كبيره فيها ثمر، عاوز يجيب الثمر لازم يضربه بالطوب. طيب. لازم يتكلم بس. بنتحول إلى شأن آخر في صحيفة الشروق المصرية في العنوان الرئيسي لها، ومن الواضح أن هناك أخبار جديدة في هذا الشأن. بتقول الصحيفة مكتب إرشاد سري يدير الإخوان من داخل مصر. الشروق بتقول إنها تخترق صفوف الجماعة وتكشف أسماء أعضاء المكتب الجدد، والدولي التنظيم الدولي يعني للإخوان يبقي على بديع مرشدا للتسويق في الخارج. المجموعة تضم وهدان والبر والشرقاوي وعليوة وكمال وعبد الفتاح
والأخوات بين قوسين تنقل التكليفات للقواعد. محمود عزت هارب داخل مصر، وقيادات الجماعة تتهم حسين بالتخاذل بعد هروبه قبل ثورة 30 يونيو. الحقيقة أستاذ محمد، الشروق هي اللي جايبة هذه الأخبار وبتنقل هذه التفاصيل عن ما من وصفته بقيادي إخواني مطلع رفض الإفصاح عن اسمه. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الحراك الأمني والحراك السياسي ما زال مستمر في مصر، ومش هاي يعني من مصلحتنا أن هو ما نهداش دلوقتي، لا احنا لازم تبقى عينينا مفتحة كويس جدا، لان اللي بيحصل ده مخطط مش من الداخل، لا مخطط كبير قوي، مخطط اسمه الشرق الاوسط الكبير او مخطط الشرق الاوسط الجديد، او بمعنى صح جوندليزا رايس لما قالت زمان قوي في لبنان من 2002 الفوضى الخلاقه، هذه هي الفوضى الخلاقه اللي احنا مستمرين فيها، واللي قال عليها واحد كان بيشتغل في الامم المتحده لمده 10 سنين كان اسمه حسين عمران، قال انهم تمكنوا من معرفه كيف يحشدون الحشود في الشوارع. فعشان كده ابتدوا باوروبا في الثوره البرتقاليه في اوروبا في ليتوانيا وكذا وكذا، ودي كانت بدايه عشان تيجي مصر، يشغلوا روسيا بهناك ويشغلوا كده علشان يفضوا لمنطقه الشرق الاوسط. ومنطقه الشرق الاوسط اصلها ايه؟ اصلها مصر بعد مواجهه العراق. لانك لو حضرتك التاريخ هو اللي بيقول لنا كده. اي غزو حتى لو من التتار بيجي على الوطن العربي او بيجي على المنطقه بتاعتنا لازم يجي من بغداد وينتهي في القاهره. ولو جه في القاهرة زي الحروب الصليبية بيجي في القاهرة وينزل في القاهرة ويمشي وينتهي في الشام أو بغداد. إذن هم دول الميزانين بتوعك. طب على الصعيد المحلي، يعني هي الشروق في هذا المقال اللي أفردت لي يعني مساحة كبيرة في الصفحة الأولى بتؤكد أنه الجماعة ما زال لها وجود وما زال التنظيم ناشطا. ده مصفق لو حقيقي ما يبقى سبق صحفي، يبقى سبق أمني. حضرتك فاهمني ازاي؟ سبق امني لان هم يبقى كده سبقوا الامن فيها، الامن ما اعلنش او هم كده ممكن يضروا الامن. وكان حقيقي. ازاي؟ بيضر الامن، انا ما اعرفش عن الموضوع ده وانا راجل امن. وجريده بتنشر حاجه زي كده، طب ما انا هاخد بالي وههرب هختفي. بس هو مش كافي على حد ان الاخوان ما زالوا دي حاجه معروفه بعودتهم ومرسي راجع وما الى ذلك، يعني هي مش لسه بقول احنا لازم تبقى عينينا مفتحه. لا هي مجرد اعتقد ان هي التنظيم بتاع الموضوع مش اكتر، ان مكتب يعني ارشاد سري وما الى ذلك. لكن فكره ان هم لسه موجودين على الارض، لسه بيثيروا القلاقل، لسه في قيادات لم يتم القبض عليها، هناك مطالبات من الامن المصري لبعض الدول بتسليم هذه القيادات، فهي يمكن مش خفيه على حد، هم ما زالوا موجودين ومش هنقدر ندفن راسنا في الرمل. بس مش واضحين، ما الشروق بتقول غير كده، الشروق بتقول لك واضحين واسماء وحاجات جامده. الحاجات دي ازاي مش واضحين؟ القيادات الهاربه معروفه، الهاربه معروفه، لكن القيادات اللي السريه بيعملوها في الشارع سواء في المحافظات طبعا مخاوف من عوده الجامعه، عوده الدراسه في الجامعه، وممكن طلبه الاخوان يثيروا القلاقل في جامعه الازهر، فهي حاجات مش كافيه على حد. احنا بقى فين من كل ده؟ يعني خطه امنيه بيتم وضعها، خطه سياسيه، اعاده هيكله الكثير من المؤسسات. هو مش امني بس، لا هي مش بس، هي في البدايه اصلا ان احنا نوصل المعلومه الصحيحه للشعب المصري. احنا للاسف نسبه الاميه عندنا كبيره شويه، فمعنى نسبه الاميه عندنا كبيره شويه اذا ممكن تمشي كل الفصيل ده بالحرام والحلال فقط لا غير. حتى لو قلت له حديث غلط عشان تاخدي اتجاهك هتمشي فيه. ما هو للاسف يعني هو تم ترك المنابر في الكثير من المساجد والزوايا، تم اهمال التعليم، فخلاص بقوا الناس فريسه لهذه الافكار. اذا فلازم احنا نختار قيادات من الازهر واعيه تقدر تحارب ده. يعني مثلا انا الشيخ الشعراوي زمان قال كلمه جميله جدا، قال لواحد متشدد انت لو عملت عمليه ارهابيه في بلد مسلم هتعمل ايه؟ قال له اعملها في مالها ليلي، اعملها في كذا. قال له طب اسمع، بسيط، حاجه بسيطه جدا. رسول الله عليه الصلاه والسلام لما واحد يهودي عدى فقام وقف، فقال له ليه وقفت يا رسول الله؟ ده يهودي هربت مني للنار، نفس هربت مني للنار. فاذا انت بتساند الشيطان وتدخل كل دي ناس النار، ده مش وظيفتك. انت وظيفتك انك تهديهم للجنه، تهديهم للحياه، تهديهم للدنيا، دي وظيفتك، مش وظيفتك انك تقتلهم. يمكن دي وظيفه المسلم، فاحنا لازم عندنا عاوزين واحد زي الشيخ الشعراوي يقول كده. هو يمكن زي ما حضرتك ذكرت هي مش مهمه امنيه فقط، هي مهمه واعاده هيكله لكافه المؤسسات التعليميه والثقافيه والدينيه وما الى ذلك،
للاسف دي هياخد وقت، فاكيد هيبقى في خطط موازيه يمكن نتائجها تظهر على الارض اسرع. طيب خلينا ننتقل الى جريده اليوم السابع. المرور تعلن الاستعداد للعيد، زياده عدد الضباط وافراد الشرطه على الطرق الصحراويه الرئيسيه، اكمنه لتكثيف الخدمات على مواقف السيارات لنقل الركاب، والداخليه بتفرض قبضتها الامنيه على المحافظات قبل العيد، ضبط 12 ارهابي، والمحافظات بتنهي الاستعداد لاستقبال عيد الاضحى المبارك. استعدادات بتجري على قدم وساق من كافة إدارات الداخلية، أعتقد مش هتبقى مرور بس يعني. لا هو مش مرور بس، كمان الداخلية بصراحة الواحد يرفع لها قبعة في الفترة الأخيرة ديت، لأن هي رجعت قوية جدا ورجعت ملتزمة جدا، ورجعت حتى مع الناس في المرور أو كده يوم الحزام بابتسامة صغيرة، لو سمحت اربط الحزام، لو سمحت كذا. بس المطلوب منهم دلوقتي قبل العيد اللي هي القوانين الجديدة اللي لازم تنزل مع كل شوية على أساس الناس تعرف القانون الجديد، الحزام من الركن غلط كذا العكس دي. الناس لسه ما عرفتش الكلام ده، فلازم تعرفوا اكتر. بس هو للاسف ما زلنا بنعاني يعني. اكيد فكره الالتزام بالحزام وعدم استخدام الهاتف المحمول اثناء القياده وما الى ذلك، دي يعني عادات حميده جدا هتحافظ عليكي، لكن في مشاكل اكتر. لا في مشاكل اكتر كتير، مايكروباص بتقف بالصف والاثنين والثلاثه، وفي العيد بقى بتبقى انا بصراحه ما نقدرش نطلب منهم اكتر من كده في الفتره الحاليه. لان انا بقيت اطلع من نفق الازهر اخص 26 يوليو من اوله، دي ما حصلتش من 2009 2008. احنا عملنا حاجات كتير قوي، الدوله بقت دوله دلوقتي، بقى في نظام. انت حضرتك بتطلعي من نفق الازهر كنت بتخشي نص ساعه. انا بنقول لك بس مثلا اللي بيحصل في الشارع. يعني الناس ممكن تقول يعني هو جاي يتشطر عليا ويدفعني الغرامه عشان الحزام وسايب مثلا سواق الميكروباص. لا ما هو بصي اقول لساتك حاجه، ما نقدرش برضو ان نمسك الميكروباص جامد او الحاجات دي جامد لسبب بسيط جدا، ان احنا ما عندناش هيئه نقل عام على مستوى تنقل كل الناس دي. فلو انت شلت الميكروباصات دي هتلاقي زحمه اكتر من البشر نفسهم جوه الشوارع المصري. طب تفتكر يعني بشكل واضح ايه اللي على المرور وماذا على المواطن في الايام اللي جايه؟ يمكن الناس وهم بيشوفونا دلوقتي. طب اقول لسيادتك قصه صغيره ممكن تلخص الكلام ده. اتفضل. جه من حوالي 10 سنين في مصر باحثين من روما علشان يعملوا تخطيط للقاهره. فبعد 10 ايام وبعد ما ركبوا الطياره ولقوا القاهره، كان ايام على ما اعتقد من 10 سنين؟ طيب. تقريبا يعني ماشي، بس الكلام ده انا كنت شاهد عليه. تمام. فبعد ما ركبوا الطياره قالوا القاهره من احلى مدن العالم مروريا، ممكن تبقى واقل اشاره تقف فيها هتبقى افضل مدن العالم مروريا، واقل اشاره مش هتقف فيها اكتر من دقيقه و20 سنه لو بس بعد ما يخلص الكرنفال. قالوا لهم كرنفال ايه؟ قالوا لهم الزحمه اللي في الشوارع، الناس اللي ماشيه، ما هو اللي بيعمل مرور عندك الناس اللي بتعدي من هنا من هنا من غير اشاره مرور، من غير المكان المخصص بتاعها. فهو ده سلوك شعب يعني. انا اقول حاجه بسيطه دي ما حدش شافها، انا شفتها بعينيا وهقولها دايما. انا كنت في زياره لالمانيا، وزياره لالمانيا في حتت كده انت ممكن لو الطريق فاضي بتعمل اشاره مرور تبقى خضراء تعدي، وفي حتت لا. سيادتك انا كنت واقف جنبي قطه، لما النور عدى والناس عدت القطه عدت جنب معانا. يعني مشكله نظام يعني الناس تعود، الناس تبطل تمشي في وسط الطريق، تعود نظام الكرنفال يخلص، ان الكرنفال يخلص، الزحمه تخلص. طيب يمكن ده يعني بياكد برضو اللي قالوه، هي ازمه. هي صح، الرئيس السيسي بيفكر صح جدا، والكلام ده كويس انك تنقل كل ده على قريب من العين السخنه شويه، تبقى القاهره الجديده على الرحاب. على الحتت الجديده. طيب. ديت عشان على الاقل تبقى. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمد يوسف. شكرا جدا لحضرتك الاستاذ محمد يوسف الصحفي بجريده الاهرام، شكرا على وجودك معانا، كل عام وانتم بخير. وانتم بصحه وسلامه، واي سيد علي.